السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم زوار ومتابعي قناة شروحات للمعلوميات في هذا الدرس الجديد الذي سنتطرق إن شاء الله من خلاله إلى طريقة استعادة قرص مخفي أو تم حذفه أو شيء من هذا القبيل بطريقة سهلة جدا بدون برنامج. تابعوا معي الطريقة. كما تشاهدون الآن سنقوم بالدخول إلى الأورديناتور. كما تشاهدون قد تم اختفاء إحدى الأقراص الصلبة الخاصة بي. سنقوم إن شاء الله في هذا الدرس باستعادته بطريقة سهلة جدا. كل ما عليك فعله أن تقوم باتباع هذه الخطوات. أولا سنقوم بالذهاب إلى محرك البحث، نقوم بكتابة جيستيون دو أورديناتور. كما تشاهد هنا تقوم باختيار هذا الخيار جيستيون دو أورديناتور. جيد، بعد ذلك ستأتي إلى هنا إلى مديرية الأقراص أو جيستيون دو ديسك. على هذا الشكل نقر على جيستيون دو ديسك. بعد ذلك ستجد هنا البارتيشن المخفي كما تشاهد هنا ديسك لوكال سي، وهنا ستجد البارتيشن المخفي كما تشاهد هنا ليس لديه اسم. طريقة استعادته فهي بسيطة للغاية، تقوم بالنقر عليه بضغطة الزر الأيمن، ثم ستختار هنا موديفي لتر إلكتور إي لشما أكسس على هذا الشكل، ثم تختار هنا أجوتي. بعد ذلك مباشرة سيظهر لك البارتيشن الذي تم إخفاؤه، فقد تم اختفاء إحدى الأقراص الصلبة الخاصة بي فهو يحمل حرف الدي. نختار الدي على هذا الشكل ثم نقر على أوكي على هذا الشكل، وبعد ذلك سيتم استعادته. فإذا قمنا بالذهاب إلى أورديناتور سنقوم باستعادة هذا الأخير. سنقوم بالذهاب إلى أورديناتور، فلاحظ معي كما تشاهدون قد تم استعادة هذا الملف بدون كما تشاهد، قد تم استعادة هذا البارتيشن بطريقة سهلة جدا بدون برنامج أو شيء من هذا القبيل. وكما تشاهدون فالعملية بسيطة للغاية. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك على قناتي حتى يصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.